استكمالا لبرامج التوطين، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارين يقضيان بتوطين مهن التسويق بنسبة 30% وتوطين المهن الإدارية المساندة، وذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني. وجاء القرار بتوطين العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين ب5500 ريال. لمزيد من التفاصيل معنا هاتفيا وكيل وزارة الموارد البشرية للتوطين ماجد الضحاوي. سيد ماجد، أهلا وسهلا بك معنا. يعني بداية، ما هي أهداف قرار التوطين الخاص بمهن التسويق؟ هذا القرارات امتدادي لخارج التوطين على المهن وتوطين المهن والانشطه والمرافق وعمارات العمل. كان اليوم مبدا التوطين في مناطق قرارين مهمين، قرار التسويق وقرار المهن الاداريه. قرار التسويق اختار سيد ماجد، فقط لو يعني الصوت غير واضح بشكل جيد. الان تسمعني بشكل واضح؟ الان جيد، تفضل. يبدو أننا فقدنا الاتصال بوكيل الوزارة، سنعود للتواصل معه حول إصدار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار بتوطين مهن التسويق بنسبة 30% وكذلك المهن الإدارية لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية. سيد ماجد تسمعني؟ نعم أسمع. تفضل، الآن أنا أسمعك جيدا. وصلنا الى ان الوزاره اصدرت قرارين اليوم بالنسبه قرار التسويق وقرار المهن الاداريه. في قرار التسويق الحقيقه كانت النسبه 30% لمجموعه مهنيه محدده، من ابرزها اختصاصي تسويق ومدير تسويق ومدير الدعايه والعلاقه العامه ومدير المعلومات التجاريه والابحاث التسويقيه ومدير اداره الدعايه والاعلان. هذا قرار من شانه ان شاء الله يعني تحقيق 12,000 فرصه وظيفيه لبنات وابناء الوطن بحد أدنى الأجور زي ما ذكرت 5500. القرار الآخر كان يستهدف المهن الإدارية، مجموعة من المهن الإدارية والمهن المساندة وتشمل المترجمة والترجمة واللغات وتشمل السكرتير التنفيذي ومدير المخزون وبعض المهن الإدارية مثل مدخلي البيانات. وأيضا من هذا قرار نتطلع إلى خلق 20,000 فرصة وظيفية للباحثين عن العمل، تشمل هذه الفرص الوظيفية أعداد مختلفة من الباحثين عن العمل، من خريجي الجامعة للغات والترجمة ومن حملة الدبلوم والثانوية أيضا لبعض الوظائف مثل مدخل البيانات والسكرتير التنفيذي. نعم. طيب، هل يشمل كذلك هذا القرار مهن أخرى وأنشطة أخرى؟ حقيقة مثل ما ذكرت الوزارة، تأتي هذه القرارات امتدادا لقرار التوطين أعلنت عنها الوزارة، 32 قرار تشمل مهن وأنشطة ومناطق وأنماط عمل. اليوم أصدرت الوزارة 20 قرار من هذه القرارات، دخل بعضها حيز التنفيذ مثل المحاسبة والسينما والعقار والتعليم والأسواق المركزية والمطاعم والمقاهي والصيادلة وطب الأسنان. ما حجم الفرص التي سيخلقها القرار؟ قرار التسويق نتطلع إلى 12,000 فرصة وظيفية، وقرار المهن المساندة نتطلع إلى 20,000 فرصة وظيفية بإذن الله. طيب، ما هي الممكنات الخاصة بهذا القرار التي وضعتموها أنتم في وزارة الموارد البشرية؟ الوزارة يعني تعمل بشكل مستمر مع شركائها من القطاع الخاص ومع صندوق تنمية الموارد البشرية لتقديم الدعم الذي يصل إلى 50% من دعم الأجور لمدة سنتين، كما تعمل صندوق الموارد البشرية على تقديم التدريب والتأهيل والشهادات المهنية الاحترافية في هذه القطاعات اللي تم توطينها. طيب، شكرا جزيلا لك، كنت معي هاتفيا وكيل وزارة الموارد البشرية للتوطين ماجد الضحاوي.
الآن مشاهدينا ننتقل للزميل سهل الغانمي الذي يتواجد بمنتدى التسويق. سهل، أهلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار. مساء الخير، كيف تسير أعمال منتدى التسويق ومن هم أهم وأبرز المتحدثين فيه؟ مساء الخير حسن، تحية لك ولمشاهدي الإخبارية من هنا من منتدى التسويق الذي بدأت أعماله قبل ساعة تقريبا في نادي شركة الكهرباء. هذا المنتدى الذي يستقطب العديد من المهتمين بالتسويق والعملية التسويقية في المملكة. في هذا المنتدى في النسخة الماضية تم توقيع اتفاقية توطين مع وزارة الموارد البشرية، واليوم جاء قرار وزارة الموارد البشرية بتوطين مهن التسويق تزامنا مع هذا المنتدى الذي ينطلق في نسخته الثالثة. في هذه اللحظات حسن اسمح لي والسادة المشاهدين الكرام، أنا استضيف الأستاذ عبد العزيز الشمسان وهو المشرف التنفيذي العام لتجربة العميل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أهلا بك معنا عبر شاشة الإخبارية. قرار اليوم صدر بتوطين مهن التسويق بالتزامن مع هذا المنتدى، منتدى التسويق في نسخته الثالثة. حدثنا عن مصادفات قرار توطين التسويق. اولا شكرا لقناة الاخبارية تغطية هذا الحدث السنوي للمهتمين في مجال التسويق. باسمي وبالنيابة عن جميع المسوقين في المملكة العربية السعودية اقدم شكر معالي الوزير مهندس احمد الراجحي على اطلاق هذا القرار في هذا اليوم المميز، وهو اول ايام هذا المنتدى، منتدى التسويق في نسخته الثالثة. كما قلت في العام الماضي في هذا الوقت، في نفس هذا الوقت تم توقيع اتفاقية بين جمعية التسويق وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف، وأكيد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتوطين ما نسبته 30% من مهن التسويق في المملكة. نحن نطرح فرص عمل، 12 ألف فرصة عمل في العام القادم بمشيئة الله، هي البداية وهي كذلك بذرة لتقدم الاقتصاد في المملكة عبر دعم التسويق بكوادر شابة من أبنائنا وبناتنا لنساهم في رؤية المملكة. كيف سيساهم هذا القرار في جذب الباحثين على العمل؟ طبعا هذا القرار فيه ممكنات وفيه حزم من الدعم مقدمة من الوزارة ومن صندوق تنمية الموارد البشرية كذلك. الحزم هذه تقدم للباحثين عن العمل وكذلك الراغبين في الحصول على كوادر مدربة في مجال التسويق. سوف يتم الإعلان اليوم وغدا كذلك عن هذه الحزم، حزم الدعم، وهي يعني ممكنة للقطاع الخاص. وأن ترى الآن اليوم القطاع الخاص يرعى هذه المناسبة، مناسبة منتدى التسويق، وذلك الاهتمام القطاع الخاص كذلك في تطوير الصناعة وتطوير أبنائنا وكوادر التسويق اللازمة لنهضة الاقتصاد. التسويق مهم جدا في العملية التجارية والاقتصاد، وهو يعتبر من العصب الاقتصاد التسويق. كيف نستقطب الشباب السعودي؟ هنالك توجه كبير من الشاب السعودي نحو التسويق، ماذا نقول للشاب السعودي المهتم بالتسويق؟ طبعا ننصح الشباب من الجنسين على استغلال هذا القرار واستغلال الفرصة المقدمة في هذا الآن لتطوير إمكانياتهم وكذلك البحث عن الفرص التطوير في مجال التسويق. الحكومة ما قصرت، قدمت الدعم الكامل للأبناء والبنات. الآن المطلوب هو الخطوة القادمة من المهتم بالتسويق أنه يبادر ويأتي ويبحث عن هذه الفرصة. مثل هذا المنتدى الآن في نسخته الثالثة يعزز التسويق، يعزز حضور التسويق، يجذب الكثير من الشباب للتسويق. ما هي أبرز المحاور اليوم في المنتدى؟ ماذا سنشاهد في المنتدى اليوم؟ طبعا أنا سأترك الحديث عن المنتدى للمختصين في المنتدى، ولكن فرصة تواجدنا في هذا المحفل أن نطرح هذا القرار، وأمام جميع المشاركين من الأبناء والبنات فرصة للمشاركة والمساهمة فيه. المنتدى سيغطي جوانب تجارية، سيغطي جوانب كذلك العقارية الصناعية، ويمكن عندنا جلسة غدا برضو ستشارك فيها الموارد البشرية عبر التطوع. شكرا لك. شكرا لكم.
حسن، كان هذا حديث الأستاذ عبد العزيز الشمسان وهو المدير التنفيذي في وزارة الموارد البشرية لقرارة التوطين. تحدث عن قرار التوطين الذي أصدره المهندس أحمد الراجحي اليوم بتوطين مهن التسويق بالتزامن مع منتدى التسويق الذي يعقد اليوم هنا في الرياض على مدى يومين، هذا المنتدى في نسخته الثالثة. هذا كل ما لدينا من هنا من منتدى التسويق الذي يقام في الرياض.